عموما ذلك ونطرح ما احسن ان شاء الله تحاول. الحمد لله رب العالمين. بدايه مشرف مجدي مرتضاتين ومبارك الله لكم على حسن استقبال. تمام بداية موفقة إن شاء الله. فرحانة برشا اللي أنا معكم وإن شاء الله يكفيكم كان اللي بدأنا معكم. إن شاء الله نكونوا استفدنا وإن شاء الله نعملوا خير. ملتقى نجح ودي أول مرة جاي المدافع يكونوا أكثر دقة على المجال البلدي خاصة منين وندرسوا جيدا ندرسوا جيدا المواضيع البلدية ما نعملوش على الأمور أكثر أما نجحوا عموما. كتبت لك زي ملتقى نجح المفروض يكون منذ عامين أو أكثر لكن ميو تاكو جميل. شكرا ملتقى جيد ان شاء الله نبقى على بعض الوقت. ملتقى جيد وبان العمل الجمعيات اللي بعد الثوره بدات الجمعيات تخدم وان شاء الله من احسن لاحسن. بدايه موفقه وتحيه شكر للسهر في تنظيم هذا الملتقى. على المشاركة ونريد وحدها ما تفوقش. كلنا هو الأفضل وإن شاء الله تفضل. ندعو بها وإن شاء الله نشوفوا بها الملتقى ناجح ومن لديهم رجال كان عن وقت أكثر للمحاضرة للنقاش. ملتقى جيد وإن شاء الله توافق المرة نعمل مدوات وخدمة مرة جاية نطابق المشاكل الأخرى موجودة في جنوب الشرق. شكرا. ملتقى مفيد وإن شاء الله نتعاون وإن شاء الله نطابق كل ملتقى جيد وكيان موقع وإن شاء الله نتعاون إلى أحسن. ملتقى جيد وحلو شكرا يكون من البلد جاية من هذه مش نهي من أكثر وإن شاء الله يكون تطبيق أكثر من هو مغرب. ملتقى جيد وتجربة جيدة بعد الثورة أما كما قال ميدي ماذا بينا نخوض في المسائل المواضيع اللي جينا على خاطرها أكثر من المواضيع الحين وتكون فعالية أكثر. ملتقى مفيد وجيد إكسبلور. المواضيع عامة وكبيرة ياسر المحور اسم الندوة شرحها نتاع 87 بون لازم من النتيجة النتيجة اللي شفتها المقترحات ونشوف المقترحات ونشوف نتيجة نقول برافو. ملتقى جيد من ناحية التنظيم ونقص شوية في المداخلات بحكم أنه نتصور أنه كان لو كان جمعية أخر لو كان كل واحد. ملتقى جيد يعني بشكل لكن إن شاء الله لنا نشوف بتاع الدولة القديمة يعني مش كذا إن شاء الله نخدموا بعض ما ننفعش يكون هذا كلمة ديما نحن المؤسسة. المرة الجاية نتعهدوا كل أعداء نتائج الأعمال. أول غاية خلع وإن شاء الله نكملوا والخير التطبيق. كلمة ندوة ممتازة جدا. يعطيك الصحة جدا. لا تغادروا أمكنتكم مازلنا متواصل. بالنسبة للتوصيات التوصيات خذناها وأنا ضروري باش نركزوا عليها بقاء السيارة أعتقد الآن سننتقل إلى نسك الكتابة وهو التكريم. ندعو السيد مجدي كريحي ممثل بين جي إلى الموضوع.
الجاهلية من ممثل بيان جيد الشرع في هذا البرنامج لدوره ولدور هذه المنظمة في دعم هذا البرنامج يقع تكريمه من السيد رئيس البلدية اللي هو حدائق محمد العمر. Donc il y a une page Facebook, page Twitter, sur ce site.
الفرق. بالنسبه للمنتج اوكي تصاور باش يكون فيه فيديو حول الشعب المنتخب ونطلع شوي ليه حول نشرته حول الشعب المنتخب دي بخدمات وتقارير هذوما ان شاء الله النقطه حتى هذوما وممكن تسجيلات اذاعيه صارت او شيء باش تقيموها وباش تعطيو مقترحاتكم للمنتج هذا. انا ما عملتش التكتيك هذايا خاطر تم بحسب الكلام هذايا تم رفض منه ثلاث مواصل يعني دونك عن طريق هذايا نتواصلوا المعذور يتداعى على رقمي وبارك الله فيكم كل وان شاء الله في مواعيد. شكرا.